ينتهي يوم الخميس شهر مارس من عام 2022 دون الإعلان عن أي قرارات جديدة بخصوص ملف السيارات، على عكس تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد سابقا أن حل ملف السيارات سيكون خلال الثلاثي الأول من عام الجاري. عدم تحقيق وعود وتعليمات الرئيس سيعيد ملف السيارات إلى نقطة الصفر، وسيؤجل توزيع رخص الاستيراد، وسيزيد من عمر الأزمة وارتفاع الأسعار بسبب الندرة. وكان وزير الصناعة أحمد زغدر قد صرح الأسبوع الماضي أن تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة راجع إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون، ولا ندري إلى متى سينتهي هذا المسلسل استيراد السيارات. سلام.